بكل شيء بكل شيء وبكل مواضيع عم نحكي بيومنا الجديد، بنحكي فن وثقافة وسفر، وبنحكي شعر، وبنحكي إنسانية، وبنحكي كمان موضة، لأنه الموضة كتير مهمة. كيف ما رحنا وكيف ما جينا بضل بدنا نسأل خبير الموضة، وبضل بدنا نطلع على الموضة. حتى نحنا بس نظهر من بيتنا بنكون كتير معولين على هذا الموضوع أهمية. نحنا باتصال مباشر مع ناقد الموضة باتريك خليل، يلي عودنا على إطلالاته الناقدة بدون ما تكون لازعة. باتريك صباح الخير. باتريك عم تسمعني؟ أنا عم بسمعك وعم بقول لك إنه اشتقت لك كثير. كيف صحتك؟ مشتاق لكم كثير والحمد لله كل شيء تمام. إن شاء الله. عم يعني اليوم باتريك كنت رح تكون معنا باستديوهات يوم جديد، ولكن نظرا للي عم بيصير قررت إنك تضل بالبيت وتطلع معنا زوم. إن شاء الله بالوقت القريب كمان بتكون معنا باستديوهاتنا. يعني مثل ما عودتنا دائما إطلالاتك هيك بننطرها لنعرف منك كل الأخبار عن المشاهير، لنعرف منك أكثر عن الموضة وشو دارج. اليوم بدك تخبرنا شو دارج السنة. ما بعرف أصلا إذا السنة فينا نلبس ونظهر، بس إنه الوان موديلات نقعد بالبيت وما نلبس الا الشربات ما هو بيجامه. لكن خبرنا عن موضة، عن موضة الشربات ما هو للسنة. ايه اللي بتعرفي كيف بدي اقول لك باتريك، بدي اقول لك خبرنا عن موضة البيجامات والشربات مونيت للسنة لانه قاعدين بالبيت. لا بالفعل صح، تغيرت الموضة، وصلنا اكثر نحتاج لقصص عملية. ما نروح اكيد يعني ما فينا اليوم نشتري قصص عبيه ولا قصص كثير تكون بلينج بلينج، لانه مش رح تعوزوها، رح تعوزوا القصص العمليه، السيرفاتمون، التي شيرت، القصص اللي بتكون يعني اقرب اذا بدك للكاجوال. هدول القصص اللي نحن رح نعوزهم حاليا واللي رح نكون اكثر عم نلبسهم ومنطقيا يعني 100%. اليوم في عنا يعني نجمات، مايا دياب، روبي، النجمة بلقيس والنجمة هيفا وهبي. من وين بتحب تبلش لنحكي عن اللوك؟ هلا خليني بلش بالنجمة بلقيس اللي تواجدت بلبنان لتصور احدى حلقات من برنامج اغاني من حياتي، اللي هو على كل جمعة بيكون في عندهم فنان او نجم. وبدي اقول انه اطلالتها الكلاسيكيه اللي كمان كان فيها كثير جلامور، هذا النوع من الساتين سحر ما بتبطل موضه، يعني اذا موجود بالخزانه عند اي سيده فيها تلبسه اليوم، فيها تلبسه بعد سنه، بعد سنتين، فيها تلبسه على سمول ايفنت، على عرس، على دينر. يعني حبيت اطلالتها لانه السهل الممتنع. هذا الفستان دولتشي اند جابانا. وراحت اذا بدك على شوز احمر، لانه مع الاسود صرنا بنعرف انه حلو الكونتراست، والاحمر مع الاسود كثير حلو. كمان مثل ما شايفه سحر زينت هالفستان الاسود بجوليري وراحت على قطع كبيره. انا مني ضد، ولكن انا كنت بفضل انها تستغني عن العقد لانه هون اجى شوي اوفر وكان مش كثير بمحله. بعد بدي اضيف شغله سحر، انه وقت يكون في فستان اسود حلو تلونه شوي بالجولري، ان كان اكسسوار وان كان مجوهرات، يعني دخلوا الوان، يعني مثلا ابيض مع احمر او ابيض مع اخضر. الاميرود والروبي الوان كثير بتتناسب مع الفستان الاسود. بس باتريك لنعتبر ما حطيت شيء ابدا مش مور كلاسي. هلا فيها كانت تستغني عن العقد، بس الحلق ضروري يكون في حلق. ايه طبعا ضروري. بس قصدي انه لان حسيت المسافه مش كبيره بين العنق وبين الدقن. 100% مش هيك بتعملي، كان فيها تستغني بسهوله عن العقد وبس تلجا للحلق، الحلق يكونوا كبار وهيك يكونوا ستيتمنت بيس. لانه كمان ما ننسى انه الفستان سحر كله درابي وتول درابي، يعني اوريدي الباترن تبع الفستان موجود وظاهر وبمحله، يعني ما في لزوم هالقد نعجل. 100%. بننتقل للصورة الثانية. عمين حابب تحكي هلا؟ يلا شادية من فينا عندك. نحكي عن فينا نحكي عن مايا دياب اذا بديك. ايه فنانة مايا دياب. او عن هيفا. يلا فنانة مايا دياب. يلا مايا ولا هيفا، مين بتحبي؟ مايا. يلا فينا اتركك انت تعلق، اشتقت لتعليقاتك ولا هيك الانتراكشن بيناتنا.
ما انا كنت ناطرتك بالاستوديو اليوم، خيبت لي املي باتريكوس. يلا مرت الثانية لو شو ما كان بتجي بطيارتك الخاصة وبتكون معنا. اكثر شوي. يلا بنبلش مع الفنانة مايا دياب. بدي اقول لك انه مايا كثير عم بتكون اكتف بصور حلوين على السوشيال ميديا مثل ما عودتنا، سمبل اند اليجنت بالفتره الاخيره. ما بقى عم تعتمد الاطلالات اللي فيهم كثير اذا بدك بهرجه، او فيهم كثير اذا بدك بلينج بلينج او اكسترافاجنت. برجع بقول لك هالنوع من الفساتين كمان حلو يكون موجود بخزانه اي سيده، لانه هيدا الفستان ان كان مع شقه او بلا شقه، لانه سمبل، لانه اعتماده على الكات وعلى القماش وعلى الديزاين، بيكون كثير سمبل اند اليجنت وبينلبس كذا مره. ومثل ما بيقولوا هيدا فستان بضل ابي، بضل موجود، ما بتبطل موته. اكيد اللي بتفرق هو ستايلينج تبع الفستان وكيف التنسيق الشوز مع الشعر. مثل ما لاحظتي هون كمان مايا خففت فوليوم الشعر، ما بقى عم نشوف مايا بشعر وايلد، مشان هيك عم تطلع انعم وعم تطلع اجمل. وكثير حلو الاشقر مع لون الكحله مع الفلفت مع تنسيق الشوز. بس اعتراضنا صغير كان على الكلتش او على الباج اللي هي حملتها، اللي كان بيسوى انها تحمل كلتش صغيره ولون يكون التنسيق اللون مع الشوز، ما تروح على شيء اسود. في كتار باتريك كيف تعمل لك، في كتار هلا عم بيروحوا دايما انه اسهل شيء بلا ما كثير نعذب حالنا بالتفكير، حيلا فستان حطوا له سكربيني نيود وانطلقوا، او شوز نيود. الى اي حد مزبوط هيدا الشيء؟ وهل مزبوط نيود بنقدر نحطه مع اي لون؟ النيود باسبارتو اكيد، بس دايما ما في رولز، يعني ما فينا نعتمد انه هي رول، لانه اوقات النيود مع الوان معينه بيطلع كثير بشع، يعني خاصة إذا عم نستعمل فواتح. إذا كمان لون الأوتفيت نيود مثلا والسكربين نيود، بس نيود على روزي مثلا، الأوتفيت نيود على باج أكثر، يعني بالنيود حتى في تدرجات كثير كبيرة، مثل ألوان الحمرة كمان وتدرجوا صاروا يسموا كل شيء نيود. وهذا الشيء، هذا معتقد كثير خاطئ يعني، صح. وكثير صرنا انه خلص كل شيء نيود، صارت الحياه نيود اصلا يعني بحد ذاتها. كثير بتضحك وقتها كل شيء بحطوه، وقتها بدنا نحكي خلص من صب، لا، في قصص اوقات ما بتلبق مع بعضها، مشان هيك على النظر وعلى التجربه ببين كل شيء اذا رح يكون صح او لا. 100%. الصورة اللي بعدها، بعد عنا النجمتين، النجمة روبي والنجمة هيفا وهبي، مين رح تحطي لنا هلا يا شادية؟ هيفا؟ هيفا وهبي. بدي اقول لها عبال المية للنجمة هيفا، وان شاء الله كل سنة وانت سالمة، ويا ريت هيك نشوفها بعمل قريب من لبنان مش بس من مصر، لأنه اشتقنا له. هيفا اذا بدك سحر، بتختفي دائما ودائما بتعمل كومباك كثير قوي، ان كان بالصور ان كان بهيك لقطه صغيره من مسلسل، يعني دائما عندها شيء جديد تقدمه بالفعل. هون عم نشوفها بفوتوشوت بهالجامب سوت اللي كله بايات، وهو على شكل يعني تاكسيدو الجامب سوت، لانه القبه تبعه مثل قبه التاكس او التاكسيدو او السوت اللي هلا كثير دارج سحر. يعني بعدها مو التكسيدو دريس ولا البليزر دريس ولا حيلا شيء من هالكاتيجوري، كثير دارجه ودارجه بكل القماشات. يعني شفنا بالشتاء مخمل، شفنا هلا مع هيفا البايات، وبالصيف رح تشوفوها مع الكراب مكمله، يعني هالموضه مكمله، لانه كمان هيدا النوع من القطع اذا كان موجود بخزانه اي سيده ما رح تندم بعدين، لانه فيها تستعملها على بيج ايفنت وعلى سمول ايفنت. وقت نقول سمول ايفنت يعني عشاء صغير، او اذا راح تحضر مثلا عرس منه كثير قريب لها وما حابه يكون كثير اوفر، هالنوع من اللبس ما كنا نشوفه قبل بالاعراس، هلا صرنا رح نشوفه. بالنسبه لشعراتها حسيتهم هيك اخذين مثل ما بيقولوا اخذين لبسه، يعني في ارموني بين بعضهم؟ هلا انا ما بقى ابدا 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 عم بحب الويفي والفوليوم بالشعر، لانه صرنا سنتين عم نشوف اكثر سحر. كيف الستايل اللي انت اعتمدتيه مؤخرا اللي هو الشعر الليس وما كثير يكون في فوليوم، حتى البراشنج ما يكون اوفر، ما يكون كثير بعيد عن الوجه،
لانه صرنا نحس مؤخرا انه السيده وقت عم بتكون اقل تظبيط وفريش اكثر، كان عم تطلع اصغر بالعمر، فريش ويونغ. ما بعرف اذا صح، بتوافقيني الراي، حتى عم مية بتكون هي بالمية حاسه مرتاحه مع حالها اكثر. مية سبحان الله بالمية كله بيلحق، كله بيلحق بعضه بالحياه. مشان هيك انا بفضل هيفا بالشعر الاقل فوليوم وبالشعر الليس حبيتها اكثر. وثانك يو انك سالتيني هالسؤال، لانه اوقات مع عشقه البيات والخرز والهيدا حلو نعتمد بساطه بالشعر مثل ما عملت مايا ديب. 100%. هو بالنتيجة لاحظتي مايا لسامبليسكافي كيف، لابوتي. مزبوط، لاحظتي مايا كيف مؤخرا صارت عم تعتمد الويكس صح وكتير سيمبل، صح وهذا شيء كتير حلو. بتعرف، هو باتريك، يعني انا بحس انه موضه والواحد بيلحق، يعني بس كانت درجه انه ننكش شعراتنا، نبقى يا لطيف ننكش الشعر مترين فوق راسنا مفكرين انه واو هيدا شيء حلو، كنا نلاقيه حلو. هلا لا، صرنا نروح على السامبل اكثر، صرنا بنحس انه بالعكس السامبل هو يلي بيعطي المراه جمالها. عشان هيك وقتها في كتير سيدات بس يطلعوا بصورهم من سنتين، بس من سنتين مش اكثر من سنتين، بتحس انه هيك بينقذوا وما بعودوا حابين حالهم، صح وموضة الاكستنشن عم تستبدل اكثر بالويكس، يعني اكثر عم تستبدل مش لنعبي الشعر، لنعطي شكل حلو للوجه. 100%. نوصل باتريك نحن وياك ومشاهدينا إلى النجمة روبي، لنحكي كمان عن إطلالتها ولتفسر لنا أكثر عن لبسها. هلا روبي عملت كومباك كتير قوي، وكان صار لها فترة يمكن أكثر من 8 سنين أو 9 سنين غايبة عن الساحة الفنية بالغنى مش بالتمثيل، يعني هي رجعت اتجهت للتمثيل. للأسف الكومباك كان قوي من ناحية الغنية، إنما اللبس شوي عم بميل أو عم بيروح على القصص الأولد فاشن والغير متناسب مع جسمها، علما إنه هي شكل جسمها كتير حلو، ولكن أوقات الدرابي بس يكون غلط يفتح الجسم وبيبين المناطق والشوائب مثل ما عم نشوف بالصورة، وخاصة على منطقة البطن. ما بعرف إذا لاحظت بالصور ساعات عم بتشوف إنه درابي بس يكون على منطقة البطن بالعرض صح بيطلع كتير بشع وبيطلع كتير صح أوفر، وخاصة إذا القماش لميع والفابريك كان ميتاليك أو بايات أو ليكرا. هذا الشيء اللي ما شفناه عند مايا دياب، لأنه كان معمول لدرابي بشكل ورابي وبشكل يعني في بالانس حلو. هون بتفرق الخياطه، بتفرق الديزاين، وبتفرق كمان انه الفنان وقت يلبس القطعه يعرف شو القصص اللي بتلبق لجسمه ويعرف شو القصص اللي بتطلع حلوه على الكاميرا. 100%. ومشان هيك باتريك اوقات بتشوف نفس النجمه بتشوفها بفستان بتقول واو شو ضعفانه، وبتعقد ماشي بعد جمعه شوفها بفستان تاني بتحسها نصحانه. يعني عن جد اللبس قد ايه له اهميه، الالوان ان كان ريه ان كان بوانتيه ان كان الفتحه على الصدر او مش فتحه على الصدر، وبالنتيجه اكيد الإضاءة بتلعب بتوافقني دور كتير الرأي. سحر. نعم الإضاءة بتلعب كتير دور سحر، الإضاءة كتير اكيد بتلعب دور. أوقات في قماشات بتطلع حلوة على النظر بس على الكاميرا أو تحت الإضاءة بتطلع كتير بشعة، وبتطلع يعني كمان نفس الفستان اللي كانت لبسته روبي كانت إحدى النجمات، ما حابب سأل لأنه ما حابب طوي على هالموضوع، ولكن بإحدى الكونسرتس كانت إحدى النجمات لابسة نفس ستيل الفستان، وكمان على البطن وعلى الصدر طلع كتير بشع. وهيدا يعني حتى بالاعراس بنشوف كتير سيدات بيروحوا على عرس وبالصور بيرجعوا بيندموا على بعض القطع اللي بيلبسوها من ورا الاضاءه ومن ورا القماش. 100%. باتريك ما في جسم كامل 100%، حتى ملكات الجمال يعني قديش بيكونوا حلوين وبتطلع ملكة جمال، بضل في شيء بده بمكان ما شوية تظبيط، ومش غلط بالنتيجة ما حدا كامل. بس سؤالي لك، قد ايه نحن من خلال أزيائنا وتيابنا وذكائنا باللبس قادرين نخبي الأشياء اللي مش كتير ظابطة بجسمنا ونعطي مجال للأشياء الحلوة إنها تبين؟ مشان هيك انا دائما سحر بقول لازم كل سيده قبل ما تروح على اي ايفنت، لانه السيدات بهمهم الايفنتات بدهم يعطوا أكيد وقتهم، في ايفنتات بيتحضروا لها قبل بوقت، اذا كان عرس قريب لهم، خيهم، اختهم، او حدا بيقربهم. ما فيها شيء بس تتصوروا بتيابكم، تصوروا فيديو مش بس فوتو، تصوروا فيديو على ضوء النهار لتشوفوا القطعه كيف طالعه، وما في انسان ما عنده يعني
سيلولار بين ايديه، وكاميرا السيلولار قادره تكشف اذا بدك اذا القطعه طالعه مناسبه على الجسم او لا، بضو نهار اكيد، مش يتصوروا بالعتمه لان الصوره بينعمل لها فوتوشوب، انما الفيديو ابدا. 100%. باتريك، في الالوان فلتر الصارخه للوش بس مش فلتر للفستان. يا ريت بيطلع شيء جديد، بنصير الفلتر اي من فوق والله على الفلتر حالنا من فوق انا لتحت. مثلا بحلم هيك شيء فلتر يطولني مثلا هيك شيء 15 سنتي، مش عم تزبط، بس بالصور بتزبط فينا نزعبل، بس بالفيديو ابدا. لا معلش، هو الشيء انا دائما بقول، او ما بعرف اذا توافقني الراي، شيء مش بالطول وبالقصر، شيء بهيدا ايه شو بيقولوا عن جد ايه الكاريزما. نعم يعني نعم اوقات بتلاقي شاب طوله مترين وما في كاريزما، صح؟ ايه هلا انا اعطيني جرعة مورفين. باتريك انا كنت كتير سعيده بلقائك، كتير كنت حابه نكون الله سوا، يخليك، لانه هيدا الشيء اللي دائما انت بتحكيه انا دائما بحكيه، هيدا التفاعل بس نكون لايف قد ايه بيطلع حلو. كلمه اخيره شو بتحب تقول قبل ما نختم معك؟ جربوا قد ما فيكم القطع الموجودين عندكم بالبيت، هيك عيدوا ترتيبها، في قصص بتتظبط، في قصص بتتعدل، في صور كتير على انستغرام، على بنترست، على جوجل، منهم فيكم تستوحوا، ما تكبوا شيء، لانه عن جد في كتير قصص بشوفها عند اصحابي بالبيت بيكونوا هن مش منتبهين له، بنقعد بنحكي بنقول له مثلا هيدي بتتنسق مع هيدي اللون مع هيدا اللون، هون فيكم ترجعوا ترتوح، لانه هلا مش بوضع انه نقعد وما قادرين نشتري، مشان هيك حتى في قصص فيكم تعملوها بالبيت، وكل شيء موجود على يوتيوب توتوريال فيديوز، ان كان حتى كيف نصبغ ثيابنا، كيف نعمل اعاده تاهيل، واذا بدك ان القطعه مية نرتيها بشكل بالمية مرتب. 100%. باتريك بدي عايدك لانه اليوم عيد سان باتريك، انا ما نسيت بس ناطره بنهايه الحلقه لاقول لك ينعاد عليك لازم ان شاء انتوا الله. صفر. ان شاء الله دايما تضل بها الهضامه وبها المعرفه التامه بامور الموضه، دايما بنسالك ودايما بنستشيرك. بدي اشكر حضورك معنا، اهلا وسهلا فيك. Thank you. Merci كتير. ثانك يو لك. سيم سيم. اصدقائنا، لهون بنوصل الى ختام فترتنا الصباحيه، ان شاء الله يا رب تكونوا هيك قضيتوا معنا اوقات حلوه، كنت شوي هيك رفهنا عنكم، غيرنا لكم اجواء، بعرف ضمن هالاجواء القاتمه يلي ما حدا بحبها، على كل دايما بقولها ورح ضل اقولها، كل شيء له نهايه بالحياه، ولا ممكن دايما نضل بكعب النزله، اذا الله راد ستفرج، انا بودعكم، بكره بنرجع بنشوفكم بتمام الساعه 8:30، الى اللقاء.